لما تيجي تشتغل في التكييف او انت بتشتغل في الياسة، او المفروض قبل ما تشتغل في الياسة لازم تتأكد تماما ان انت عندك ماسورة الخاصة باعمال صرف التكييف لازم تكون منتهية. فانت لو نسيت الماسورة هتضطر انك تكسر بعد ما تخلص الياسة، وطبعا الحتة دي هتضطر تحط فيها شبك عشان تتأكد اللي بعد كده ما يحصلش فيها اي كراكات على الجنبين. فدايما قبل ما تليس لازم تتأكد من السباك او من الكهربائي او من بتاع السباكة اللي كل مواسيره سواء السليفات اللي هيتحط فيها مواسير النحاس او الصرف بتاع التغذية بتاع الصرف بتاع المكيفات، اسف، لازم تتاكد ان هو كله موجود ومتمدد. وطبعا بعد كده هيروح من النقطه دي على اقرب نقطه صرف عندك سواء لحمام قريب او سواء لاقرب نقطه شبكه صرف عندك. وبرده في نقطه مهمه بالنسبه للمواسير بتاعه الكهرباء اللي ماشيه في الارض، لازم تتاكد دايما ان كل المواسير دي لازم تكون محميه عشان والناس شغاله والصنايعي شغال سواء في غلاطه او في الياسه ما يكسرهاش وبعد كده تضطر انك تعملها من اول وجديد زي ما احنا شايفين ده كده. لازم تحمي كل مواسير الكهرباء بتاعتك، ما ينفعش تسيبها بالطريقه دي زي ما انت شايف، كل ده هيتكسر، حد بيليس، حد بيكسر، حد بيعمل بلوك، حد بيشتغل بلاط، حد بيشتغل اسقف لسه الجبس، طبعا كل ده هيتكسر معاك وكده بقى دبل ورك عليك، وبعد كده هتضطر تجيب مواد زياده. فلازم تاخد بالك انك تستلم من الكهربائي شغله قبل ما تقفل عليه المواسير كلها مظبوطه، كل شيء مظبوط قبل ما تشتغل او قبل ما تقفل عليه بالخلطه.